السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة شهيوات سعاد إفاتي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم كيكة زبرة أو كيك زبري. كيجي الشكل ديالها رائع والمذاق ديالها كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تعجبكم وتجربوها وعلى بركة الله ناخذ المقادير. المقادير اللي غنحتاجو في هذه الوصفة: جوج كيسان ونصف دقيق الأبيض قياس كأس العنبة، ثلاثة ديال البيضات، كأس ديال السكر سنيدة قياس كأس العنبة، كأس ديال الحليب، كأس ديال الزيت، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو، كيسوه نصف خميره الحلويات ما يعادل 12 غرام، كيس ديال الفانيلا، ومعلقه كبيره ديال الخل. وبطبيعه الحال غنحتاج مول ديال الكيك. انا دهنته بالزبده ودرت له طحين. على بركه الله ندوزو للطريقه ديال التحضير. انا اخذ البول ديال العجينه او خلاط ديال الكهربائي، ندير فيه البيض على حسب اللي متوفر عندنا، سكر سنيده وكيس فانيلا. دابا غنضيف الزيت شويه بشويه، غنضيف الحليب، غنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. نضيف الخماره، الخليط ديال الكيك ديالي ها هو تخلط مزيان. غنقسمو دابا على جوج، غنضيف له معلقه ديال الكاكاو، كنخلطوه مزيان حتى كيندمج داك الكاكاو مع الخليط. كناخذوا الخليط الابيض كنضيفوا له معلقه ديال الدقيق، لان ضفنا معلقه ديال الكاكاو في الخليط ديال الكاكاو، خصنا نضيفوا معلقه باش يتقاد لنا السمك ديال الخليط، باش منين نكبوه في المول يمشي بنفس السرعه، يعني الخليط الابيض والخليط ديال الكاكاو يمشيو بنفس السرعه. دابا غناخذوا المول ديالنا وغنبداو نديروا الخليط. غنجيب الوسط ديال المول، بسم الله، والكميه اللي غادي نديرو من هذا الخليط كنديروها من الخليط الاخر وبنفس المعلقه، يعني القياس ديال هذه المعلقه هو قياس المعلقه الاخرى. غندير جوج معلقات من هذا، ونجي لهذا الخليط ديال الكاكاو ونحاول نديرو في الوسط. غندير تا هو منو جوج معالق، عاوتاني غنبقى نستمر على هاد الطريقه هادي تنكمل الخليط ديالي كله. يعني ساهله، كيكه ساهله ما كتاخذش وقت كبير، غير يعني كنسعفو معاها وصافي، يعني يجي الشكل ديالها زوين والمنظر ديالها زوين. صدقوني غادي تجربوها غتعجبكم. مقادير بسيطه، حتى الطريقه ديال التحضير ديالها راها سهله، غير كتصاوبوها اول مره غتولي عندكم طريقه سهله ديالها. غنبقاو مستمرين حتى نكملوا الخليط ديالنا كله. بعد ما درنا الخليط ديالنا في المول ديال الكيك غندوزو للتزيين. غناخد واحد القطيب ديال البروشيت ديال الخشب او كوردون وغنبدا نزين من الوسط الطرف العكس شي هكا، ونرجع عاوتاني نهبط بالعكس شي هكا. الطريقه هذه طبيعه الحال الفران عندي راه سخون. غندير هاد الكيكه ديالي فوق شي مقلاة الحرشه ولا شي حاجه ثقيله وغنقلل عليها العافيه حتى توجد، وعاد نحل عليها الفران. الكيكه ديالنا هي وجدت، غنحيدها من المول ديالها. غنحيدها تجي
الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا هو هذا. كتجي صراحه في المنظر زوينه بزاف، وحتى في المذاق كتجي لذيذه بزاف. كنصحكم تجربوها. غنشوفوا الشكل النهائي ديالها. شفتوا كي كتجي المنظر ديالها؟ زوين مخططه من الداخل ومجعبه، يعني خفيفه، شي شيشه بزاف. كنصحكم تجربوها. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها البيوت ديالكم. والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله تعالى. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.